أيضا هناك على الجانب الآخر إذا تسمح لي بدون مقدمات، هناك أصوات تدعو للمقاطعة، سواء أفراد أو جمعيات منتهي الصلاحية تدعو للمقاطعة، كيف تعلق عليها قانونيا؟ وأيضا ما هو مضار هذه المقاطعة؟ وإذا كان هناك تسيء إلى الشارع المحلي؟ الفقه القانوني نعم. ذهب إلى اتجاهين في هذا الأمر. الاتجاه الأول أخذ برأي أن حق الانتخاب هو واجب، وبالتالي من يتخلف عن حق عن أداء هذا الواجب يعاقب، كأن يحرم من عطاءات، كأن يدفع ضرائب معينة لعدم ممارسة هذا الحق. دول أخرى أخذت برأي لا مخالف، أخذت برأي أن حق الانتخاب هو حق لمن يريد أن يمارسه ولا ومن يريد أن لا يمارسه، الموضوع اختياري، ومنها مملكة البحرين. السؤال، على مدار هذه الأعوام هل تمت معاقبة أي شخص قاطع الانتخابات؟ هذا أنت الآن مستشار قانوني وراصد لما يدور، بدنا أن تجيب على هذا السؤال بكل صراحة. في الواقع لم تتم معاقبة أي شخص. نعم. هذا دليل على أن هناك ديمقراطية، ودليل على أن هناك حرية رأي. نعم. لكن أتساءل أيضا، إذا ثمت أريحية وهناك مساحة لمن قاطع ولم يتم مضايقتهم أو التنمر عليهم، لماذا البعض يتنمر أو يرفع الصوت عاليا أو حتى تشويه سمعة لمن يشارك في الانتخابات؟ هذا رأي سياسي وليس رأيا فقهيا. آتيني بفتوى شرعية وليس فتوى سياسية، لأن هناك خلاف سياسي، وهذا في كل الدول نرى هذا الرأي مختلف عليه. لكن أنا أيضا أتساءل، أنت كمواطن بحريني تريد العمل في الحكومة وتريد الابتعاث عن طريق الحكومة وتريد الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وكل شيء من الحكومة، فكيف تقاطع وأنت بحاجة إلى الدولة، بحاجة إلى المرشح الذي هو الأكثر ويساعدك في إنجاز هذه المهمة، ويكون صوتك أيضا تحت؟ نعم. ما يحدث أخي العزيز حاليا، يتم التشهير بالمشارك والمترشح، وحتى في أعمال عنف أحيانا حق مقار أو تشويه صور أو ما شابه ذلك، حق من يشارك في العملية الانتخابية. نعم، لمن يشارك، وبعد أن تضع الحرب أوزارها ويفوز أحد المرشحين، بعد إذن يتم إعادة التموضع. أنا التقيت بعدة نواب سابقين قاطعهم كثير من الأشخاص، وبعد ذلك ذهبوا إليهم بطلبات وتمت معاتبتهم ولومهم على الأداء والتقصير. إذا أنت تقاعست عن هذا الواجب وعن هذا الحق، فكيف تلوم إذن برلمانا تدعي أنه لم يكن قويا ولم يكن أداء المشرعين أكفاء؟ يعني تقصد أستاذي العزيز بأن من يدفع بقوة من يمثل صوته هو الناخب نفسه، إذا كان ما أعطى أمانة صوته للشخص المناسب، إذا ليلهم بأن هذا المجلس ضعيف. نعم، تكون أنت سبب في ذلك. يعني كان بإمكانك أن تختار برنامج، كان بإمكانك أن ترى السيرة الذاتية لكل المترشحين، وكان بإمكانك أن تختار الأفضل من بينهم.